الحقيقه النهارده كان في تحيات مع اجراتها نيابه امن الدوله في قضيه انصار بيت المقدس اللي تم فيها احاله 200 من عناصر او يعني كان في تحيات الحقيقه اللي تم احاله فيها 200 عنصر للجنايات. كشفت التحيات المتهم احد المتهمين كان في اعترافاته كريم محمد امين رستم هو خريج جامعه سيناء احد اعضاء التنظيم اعترف ان هو دخل مدينه الانتاج وقام بتصوير كل المدينه. صور فين بقى؟ اهتم باستديوهات ايه يا جماعه؟ اهتم باستديوهات اهم الاستديوهات اللي كان عايز يصورها سي بي سي. وكانوا بيفكروا ازاي هيتم تفجير استديوهاتنا، طبعا احنا كنا يعني عارفين ومتوقعين ان اكيد كانوا بيستهدفونا وكل الكلام ده، وكان في انتوا فاكرين الحصار ولما طلعت لكم المطوه اللي كنا كانوا بيوزعوها على باب مدينه الانتاج، لكن بعد 30 يونيو الاحداث دي بعد 30 يونيو دخل مع حد من محطة أخرى بدعوى إن هو داخل يقدم على شغل في إحدى المحطات الزميلة، وراح مصور المكان في استوديوهاتنا في سي بي سي، وإحنا عندنا استوديوهات في كذا مكان، وابتدى يفكروا ويرسموا خطط إزاي هيستهدفوا تفجير استوديوهاتنا في سي بي سي. اكتشفوا استحالة إنه يفجر الاستوديوهات سواء في سي بي سي أو غيرها بسيارات مفخخة، لأن المنطقة مساحة شاسعة ولأن في تأمينات الحقيقة على البوابات بشكل جيد، وبنشكر الحقيقة أمن المدينة والداخلية أيضا الحقيقة اللي مأمنة لنا المكان بشكل جيد. فقال لك إيه؟ اقترحوا إن هم يضربوا المدينة وبالذات استوديوهات سي بي سي بصواريخ كاتيوشا. قال لك ايه الحل؟ ان احنا نفخخ المدينه دي ونفخخ الناس اللي قاعده بقى يعني كل اساميها. قال لك صواريخ كاتيوشا. شايفين المعركه؟ يعني انا لما قالوا لي سيبي بيتك عشان القسام يعني كتائب القسام جايه في قائمه اغتيالات وانت عليه، الاول ما صدقتش وبعدين طلع انها حقيقي، يعني طلع ان هذه التهديدات مش هزار. ده كان يوم 28 يونيو يعني. فقال لك هنضربهم بصواريخ كاتيوشا، وكانت الجماعة بالفعل حصلت على هذه الصواريخ. ولو تذكروا العزبة أو اللي كان فيها كان في منطقة تم تخزين هذه الصواريخ فيها، وبالفعل أمن الدولة والأمن الوطني وأيضا الداخلية اكتشفوا هذه المنطقة وأذكر أن راح فيها أحد الضباط أيضا. كمان بالإضافة قالوا له طب أنت كنت مستهدف مين؟ قال لك أنا كنت مستهدف ثلاثة، دول اللي كنا بنرصدهم ونراقبهم ونشوف تحركاتهم وبيخرجوا امتى من بيوتهم ويرجعوا امتى. قال لك لميس الحديدي وعمرو اديب وعماد اديب. العيله مثلا حضرتك انت شايفنا عيله مثلا فقررت ان انت تفخخنا؟ فقال لك ان هو كان مستهدفنا. ده اعترافات كريم محمد امين احد انصار اعضاء خليه بيت المقدس اللي تم القبض عليه، ودي اعترافاته هتلاقوها منشوره في كل الصحف ان هم كانوا بيرصدوا تحركاتنا كعائله يعني، وبيشوفوا احنا بندخل منين ونخرج منين والكلام ده كله. والحقيقه احنا حياتنا يعني على الهوا، يعني مفيش عايز تستهدفني هتستهدفني اعمل ايه؟ زي ما قلت لكم احنا ما بنخافش، وربنا بقى هو الحافظ هو الحامي. صواريخ كاتيوشا قال لك يخرسهم ازاي؟ مفيش امل، مفخخه مش هتشتغل، كاتيوشا صواريخ.